السلام عليكم الناس الزوينين ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم قررت ندير هذا الفيديو باش نشارك معكم الطبله ديال العيد ونشارك معكم الاجواء ونقول لكم عيد مبارك سعيد بصحه وسلامه وطول العمر ان شاء الله. وباش ما كتمناو، فانا دابا غادي نشوف خالتي، راكم عارفين نهار العيد خصنا نشوفوا الحباب والناس الزوينين ديالنا حتى هما. هادشي اللي كاين، خليكم معايا.